ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي افضل حال. النهارده هوريكي ازاي تعملي افضل انواع المحاشي بطريقه سهله جدا جدا، وعايزه اقولك محشي مطاعم وافخم مطاعم ممكن تاكلي فيها المحاشي. هقولك كمان على اسرار الخلطه اللي مستحيل حد يقولك عليها، وكمان هقولك ازاي تخلي الرز من جوه احمر قوي كده هوت، ولما تسقي المحشي اللون ما يروحش، يعني طبيعي طبيعي. بصي جمال الالوان بتاعت المحشي ايا كان البتنجان او الكوسه او الفلفل، وكمان هقولك على اسرار ازاي تخلي الفراخ معاكي مستحيل تشملها ريحه زفاره. هقولك على سر تتبيله الفراخ المسلوقه والمحمره بالطريقه اللي حضرتك شايفاها دي، هخليكي في بيتك باذن ربنا تعملي اكل مطاعم، اي حد هياكل اكل من تحت ايدك بصي هيلف يلف ويرجع لك تاني. يقولك ادينا الطريقه ارجوكي. كمان هنقور كل حاجه في بيتنا، يعني مش هنشتري حاجه متقوره من الشارع جاهزه، هوريك ازاي تقوريه بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. يعني لو مثلا انت متعوده تجيبيه جاهز من الشارع متقور جاهز، لا هتعمليه في بيتك في وقت قياسي جدا جدا جدا. واهم من ده كله بقى سر خلطه المحشي الرهيبه، يعني اي خلطه محشي بتعمليها اركنيها على جنب شويه كده اهوت، وجربي الخلطه بتاعت بيت العيله واكلات نرمين، وباذن ربنا تعجبك. وعايزه اقول لك مش هتبطليها، هتبقى دي خلطتك المعتمده. بصوا الرز من جوه عامل ازاي، تحفه خطير، ريحه وطعم وشكل وكل حاجه، المحشي واخد سوا مظبوط. كمان هوريك ازاي ما تسيبوش بالشوربه، لا انت اللي تعملي الشوربه في بيتك صحيه. يعني انا عاده مش بحب اسقي المحاشي بشوربه الفراخ، يعني مش ولا بشوربه اللحمه بصراحه يعني، فانا بعمل شوربه. يعني لو انت حتى مش عندك لحمه او فراخ تقدري تعملي الشوربه. تعالي بقى هاتيلي حله يا ست الكل يا قمر، قطعي فيها بصلتين كبار كده اهوت، تنزلي عليهم بشويه زيت صغننين. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، رشه كزبره ناشفه، رشه فلفل اسود، رشه كمون، رشه بابريكا، رشه توم بودره، رشه بصل بودره. طبعا تقدري تتغاضي عن اي نوع توابل مش موجود عندك او مش بتحبيه. هسيب البصله بس تدبل، يعني بس تدبل. هنزل عليها بقرنين فلفل سبايسي، تقدري تحطي مكانهم بارد، تقدري تشيليهم، لكن هما الحقيقه بيطعمولي جدا البصله، فممكن تحطيهم باردين او حاميين طبعا زي ما تحبي، اخضر او احمر برضو المتوفر عندك. بعد كده ضربت كيلو من الطماطم في الخلاط وصفيتها كويس من القش ونزلت بيها. طبعا كميات المحشي، طبعا على انا هنا هعمل كيلو طماطم هحط عليه معلقه كبيره من دبس الرمان. الدبس الرمان بيختلف، يعني عايزه اقول لك بيخلي الطعم خرافي. دي صلصه من اللي احنا كنا عاملينها في البيت، لا باظت ولا عفنت ولا اي حاجه خالص. فيديو الصلصه هتلاقوه موجود عند حضراتكم. حطيت معلقتين كبار كده اهوت، كل الحاجات دي بتدي اللون الاحمر الجميل اللي بنشوفه، وبالطعم الصلصه بتخليها جميله. طبعا خلصنا هنسيبها على البوتاجاز تتسبك. نيجي بقى معانا البتنجان، زي ما بقولك تقدري تجيبي كميات براحتك خالص، معايا كيلو ونص من البتنجان الابيض دهوت. طيب لو عايزه تجيبي اي لون اسود خد الجميل، اي لون بتنجان انت حباه جيبيه. طبعا بقوره، بعمل زي ما حضرتك شايفه كده اهوت بالمقوار، وبعمل 3 ثقوب وبدخل المقوار، وبتبقى ايدي حساسه وبلف كده. بصي زي ما حضرتك شايفه كده اهوت اهو، سهله وبسيطه. عايزه اقول لك ما اخدش وقت خالص. طبعا كيلو ونص البتنجان، اخد كيلو طماطم، اخد كيلو رز بس كده، والتوابل زي ما بقول لك رشه 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 من كل حاجه. طبعا لو هنكتر البتنجان تكتري طبعا الطماطم وهتكتري الرز، لكن انا بقول لك على المعيار المظبوط اللي هياخد معاكي الرز بالشعره. طبعا اهو بصي زي ما حضرتك شايفه كده، انا تعمدت اجيب طريقه تقوير البتنجان علشان لو اي حد من حبايبي اللي بيتفرجوا عليا مثلا بتستصعب تقوير البتنجان، لا سهل جدا وتقدري تعمليه في البيت بمنتهى السهوله. اهو بصوا كده قورنا البتنجان بتاعنا. نيجي بقى بصوا اهو، يعني سهل وبسيط. نيجي للكوسه، انا بحب اشيل القشر اللي على الكوسه، مش كلها يعني، بس اكحتها كده اهوت، يعني ايه بصي خفيف خفيف، يعني بتاكد ان هي نظيفه يعني، فبشيلها الاول وبقطع الراس وبقطع الحته اللي تحت، وبرده بالمقوار وببتدي. طبعا تقدري توسعي فتحه الكوسه او تضيقيها طبعا على حسب انت عايزاها مليانه رز ولا مش عايزاها مليانه رز.
طبعا انا مش بشيل كتير من القلب لان برضو احنا مش بنبقى عايزينها مليانه رز قوي. ومعانا كيلو من الكوسه، ومعانا ربع كيلو من الفلفل الرومي الاخضر. برضو بنشيل الورده اللي على الوش دي وخلاص. هنغسل كل الحاجه بتاعتنا، هنغسل الكوسه وبعد التقوير والبتنجان والفلفل ونصفيهم من الميه تماما. نيجي للصلصه بتاعتنا بعد ما اتسبكت، بصي لونها بقى احمر ازاي. طبعا ظبطي بقى الملح بتاعك على حسب رغبتك. نزلت بكيلو رز غسلته كويس جدا وصفيته من الميه كويس جدا، يعني غسلته 3 4 مرات وصفيته من الميه، وهديله تقليبه كده. هو في المرحله دي بقى بوطي النار بتاعتي شمع. هسيب الرز شويه ياخد من الصلصه، يعني تحسي ان طعم الصلصه دخل فيه والرزيه نفسها اتغلفت بالصلصه. هسيبه مثلا بتاع 3 دقايق ياخد من الصلصه على ما اخرط الخضره. طبعا معايا ربطه من البقدونس وحزمه من الشبت وحزمه من الكزبره. طبعا خدتهم غسلتهم كويس جدا وصفيتهم من الميه، وهبتدي اقطعهم صغير قوي بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. هو اهو بصي، حركه ان انت تخرطي شويه وتحطيهم تحت الخضره وترجعي تخرطي تاني، ده بيعيد عليها الخرط وبيخليها انعم. بصي زي ما حضرتك شايفه كده اهو اهو، وبرجع اعيد عليها تاني. عايزه اقول لك لو عندك مخرطه هتطلعها لك ايه. اهو الخضره اخر حاجه، انا بحط الخضره وبطفي على طول عشان تفضل بريحتها وباللون الاخضر بتاعها. كانت في المرحله دي خلاص الرز بتاعي اتشرب كل الطماطم، انا كده طفيت البوتاجاز خلاص ونزلت بالخضره، هبتدي اديهم تقليب. نيجي بقى للفراخ بتاعتنا. انا حاطه ميه على البوتاجاز بتغلي، كنت قبلها نقعاهم ساعتين في محلول نقع اللي هو عباره عن ميه وجنزبيل بودره وملح وعصير ليمون، وبعد كده بشطفهم كويس. المحلول ده بيخلي الفراخ معاكي بيضه وجميله ومستحيل تشملها ريحه زفاره. في الحله بقى هنزل برشه من الفلفل الاسمر، رشه من الملح، بصلايه حلوه كده اهوت، وكام واحده من الحبهان لو موجود عندك، مش موجود خلاص. وهسيب الفراخ بتاعتي تتسلق. بصوا بقى الرز وجماله، خلطه خطيره جميله، جربيها ريحتها حلوه جدا جدا جدا. هنيجي بقى نحشي. انا بوقف البتنجان، بنميل الحله بالمنظر ده هوت كده، والبتنجانيه بنخليها يعني 3/4، بنسيب قد كده ايه عقله الصباع وازيد شويه فاضيه، بحيث لما يستوي الرز ما يقعش وتبقى العمليه بتاعتنا مظبوطه، ما نكترش الرز ونهدر الدنيا. طبعا زي ما بقول لحضرتك تقدري تكتري الكميه او تزوديها طبعا براحتك خالص. عايزه اقول لك ما اخدش وقت خالص، واكله جميله وتحفه مهما نروح ومهما نيجي. المحشي بتاعنا ده لا يعلى عليه، لازم نعمل اكله محشي. طبعا الفلفل برده بنفس الطريقه، حشينا بنحطه على وش البتنجان، والكوسه برده بنسيب قد عقله الصباع بحيث لما الرز يستوي يعرف يتنفس وما يقعش مننا ونهدر في الرز. بصوا الخلطه عامله ازاي، اكيد باين على شكلها وايدي، بجد جميله ريحتها خطيره طعمها خطير. بس بصوا شكله تحفه. نيجي بقى نعمل الشوربه. معانا فلفل اسود، معانا كمون، معانا بابريكا، معانا ذره من الثوم البودر والبصل البودر، معلقه كبيره من دبس الرمان، معلقه كبيره من الصلصه البيتي اللي احنا عاملينها في بيتنا اهي. بصوا صلصه خطيره بجد تحفه، انا مستغناش عنها. وهجيب ميه مغليه واظبط الملح بتاعي واقلب الكلام ده هو كله كويس، وعملت اجمل واحلى شوربه. حطيت طبعا شويه شطه، دي اختياري، وبعد كده ببتدي اسقي المحشي. عالم ربنا طعم الشوربه اللي احنا عاملها دي خطيره جميله. هبتدي بقى اسقي المحشي بتاعي وبهز الحله شويه كده اهوت، هعلي النار. المحشي بتاعي بصوا اول صباع من تحت خالص بيبقى طايله الميه، ما تكتريش عشان ما يبقاش معجن معاكي. وبعد كده برده هنحشي الكوسه. لما بقى الميه بتغلي المحشي تحس ان هو اتشرب، بتبتدي توطي النار للنص، تحس ان هو خلاص ما بقاش فيه ميه، تبتدي توطي النار بتاعتك شمعه. هتاكلي احلى محشي دايب وتحفه وعامل زي الملبن وخطير. برده الكوسه عملت لها نفس الشوربه بنفس الطريقه اللي حضرتك شفتيها، وخلصنا ما اخدش وقت خالص. بصوا بقى الفراخ بتاعتنا ريحتها خطيره. بصوا المحلول النقع اللي بنعمله بيخلي الفراخ، يعني عايزه اقول لك بيديها ريحه حلوه جدا وبيخلي شكلها ابيض وجميل. طبعا كانت استوت خلاص، حطينا معلقه سمنه في الطاسه بتاعتنا على شويه زيت علشان نحمر الفراخ، والمحشي بتاعنا استوى
يعني عايزه اقول لك مش هياخد معاكي وقت خالص. يلا لو انت محتاره تعملي غدا ايه النهارده، قومي هاتي لك كيلو بتنجان ونص كيلو فلفل، واعملي احلى واجمل شويه محشي بطريقه الخلطه اللي قلت لحضرتك عليها دي، هتعجبك جدا 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 بجد، رائعه خطيره ممتازه. مش عشان انا اللي عاملاها، لا بجد دي طريقه المحشي بتاعت ماما، ربنا يخليها لي ويصبحها بالخير. يعني عايزه اقول لك انا كل العيله عندنا تحكي وتتحاكى بمحشي ماما، فطريقه حلوه جدا جدا. فيلا قومي جربي طريقه الخلطه دي وباذن ربنا هتعجبك، وجربي الكوسه. لو في بعض الناس يعني ارميني الكوسه كبيره، انا بحب الكوسه كبيره لان بيبقى فيها كده تحسي لحم كده وانت بتاكلي وتحسي بطعم الكوسه. بصوا انا بقطع لكم المحشي مستوي من جوه واخد لون خطير بجد، حلو جدا جدا جدا. يلا تشجعي بقى وامي هاتي شويه محشي اعمليهم بقى للولاد كده، اخدوا اجازه لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش بتعليق حلو منك ولايك وشير كتير للفيديو. ولو انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واشوفكم باكله جديده، وباي باي.